وشوشة. التنوع ده بيفيد أي شخص يعني، وما بيحصركيش في حتة معينة، وده الإضافة لأي حد. وحتى دلوقتي لما رحت بعد كده برنامج صباح الورد، برنامج لايت خالص، ملوش علاقة بقى بالسياسة ولا بالأخبار ولا أي حاجة، برنامج لطيف مع 3 مذيعات لطاف، فبتقدم للناس جرعة صباحية لطيفة ليها علاقة بمواضيع اجتماعية، السياسة يعني في أضيق الحدود وبشكل خبر. طب احنا عندنا برامج صباحية كتير قوي دلوقتي، ايه اللي بيميز صباح الورد عن البرامج دي؟ انا بقول صباح الورد بيحاول يبقى برنامج صباحي بجد. مشكلة برامج الصباحية التانية انه انا بشوف سيكولوجية الجمهور تغيرت كتير في مصر. انت برضو عايز تصحى الصبح تتفرج على حاجة، تاخد جرعة شوية من التفاؤل والامل وتفرفش، او نجيب لك اخبار جديدة مش اقول لك العالم بيحصل فيه ايه، تجيب دراسة مثلا جديدة طالعة مثلا عن النوم، تجيب لقطة مثلا لرئيس وزراء بريطانيا وهي بترقص، تجيب حاجات بشكل خدمي تهم المواطن في حياته اليومية، مثلا زي بطاقات التموين، يعني تقدر تدي الناس جرعة مختلفة ما بين الخدمي والتثقيفي، وما يبقاش فيها بقى جرعة المناقشات السياسية ده اللي بتحصل بالليل. إيه اللي فرقك عن بالليل؟ ما هو بالليل هيتناقش في الموضوع، هيعملوا مائدة مستديرة وهيجي خبراء كتير، تديله جرعة رياضة، تديله جرعة أدب، تديله جرعة تسلية وترفيه، ممكن تديله الأخبار بس بشكل خدمي بشكل ترفيهي يعني. بس طبعا أمور بقى فيها تحديات كبيرة يعني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.